ناخذ نفس عميق شهيق زفير. وهلا معنا تجربه طاقيه جديده رح تحكي لنا عن حالها اكثر. هاي جايز، انا رشا. هاي رشا. من وانا صغيره كثير بحس اني حره. بسيطه بسيطه بسيطه. شهيق زفير. كوتش ايش في؟ كان بده يشتري سياره من الحره. اخ سوري سوري سوري، فالكلمه هاي بتعمله شويه مشاكل. حرام. شو ممكن نتعلم من قصتنا مع باسل؟ ايه كوتش، ممكن نتعلم انه ناخذ الطاقة ونفحصها. بسيطة. بسيطة شهيق. والله ما حكيت شيء. السيارة اللي اختارها بس لما راح يفحصها. بسيطة بسيطة بسيطة. أبو حسن فلمه وحكى له إن الأصوات اللي بتسمعها هي وسوسات مش أصوات موجودة. ما في وسوسات، أنت بأمان. وين كنا؟ كوتش كنا بنحكي كيف ممكن نحول الطاقة السلبية لإيجابية، وهون الفائدة. فائدة بسيطة بسيطة. والله ما حكيت شيء. بس لأنه السيارة اللي فحصها كان بدور لها بنك يعطيه فائدة ثابتة، بس ما كان فيه. بسيطة بسيطة، فائدة ثابتة لا متناقصة ولا متزايدة، لأنك رح تجيب لي الزايدة أنت. الواضح إنه باسل مش مستفيد من العلاج النفسي. لا، باسل بدوش علاج نفسي، باسل بده دوز. دوز؟ لأن كابيتال سيارتك بكبسة من تطبيق دوز وبسعر فائدة ثابت.